يتحسسون الفرح وسط الظلام والحرب، هكذا تبدو الصورة في احتفالات المواطنين بالذكرى 54 للثورة اليمنية. 54 عاماً هي مقدار جيل ونصف، وهي في الأساس عمر سبتمبر المجيد، حيث ظل اليمنيون يناضلون من أجل الخروج إلى بر الأمان. لكن المتربصين بالثورة وبسبتمبر نفسه على وجه الخصوص يحاولون دفعه إلى الخلف، مرة ينقلبون على الدولة وأخرى يشنون حربا ضد أبنائها وطلابها. وبين هذه وتلك تتوقد مشاعر الجمهورية في هذه المناسبة من كل عام، وتنبعث معها روح الثورة الخالدة، روح التضحيات الأولى التي سطر آياتها أبطال سبتمبريون عظماء نالوا شرف السبق في مضمار الحرية. تتوقد ذكرى سبتمبر في قلوب اليمنيين قبل محافلهم، تكشف الصورة هنا في تعز ومأرب وغيرها من المحافظات. إنه تأريخ متخصص بإفساد مزاج الراغبين بالانقلابات ولصوص المشاريع الجمهورية. من ذهبوا يعيدون تحالفاتهم على أسس جهوية وفئوية ضيقة ففشلوا. ذكرى الجمهورية ببساطة هي إعادة صياغة التاريخ وإعادة إنتاج الذات اليمنية. لذلك يعيد سبتمبر للحياة ألقها كل عام وكل ذكرى. على إيقاع أنغام أيوب طارش، الصوت الذي يرافق اليمنيين في أبرز منعطف تاريخي، يذهبون لقياس منسوب الشغف بهذا العيد المجيد من عدمه. فائض الوطن في سبتمبر وفائض سبتمبر بالوطن هو الحد الفاصل بين من يعظمون هذا اليوم وبين من يتململون منه. فالخيط الرفيع هو جمهورية عمرها يفوق 5 عقود وآلاف من الشهداء خلدهم التاريخ بأحرف من نور.